ما تخليش حد من ناسنا يعرف طريقي لحد ما ربنا ينزل. ابن التعار يا ابوي، ولا اللي هقول لك برضو يا كبير هواره؟ بس انا واثقه ان البدري اكيد قلبه هيحن عليا في يوم. قتيل في الطريق القديم دي مقتوله بسكين. امال ايه؟ البت لازم تربط، وانا مش هخلي اي حد يعرف عنها اي حاجه، لا هي مين ولا بنت مين. خلاص يا ابو سينا توكل على الله، هيكتبوا الكتاب ويعلموا الجواب. والله ولا كانك اتعلمت يا بدري. علوان بيحاسبني بالمليل وما بيعملش حاجه الا لما يشرني. علوان البكري بيتجوب مالك على الشيخ بدار. انا في وحنة اللي ما يعلم بيها لربنا دي، واخد فلوسه دي لو كديت الوكيل. نكروا ليه على الشيخ البدار الله يرحمه وعلى ولد البدري قبل شابي. تقدر تقول يا فاروق انا اعرف عنك ايه؟ يا بنت انت هتتجوزيه ولا هتتجوزي اهله؟ حبيبتي ونور عيني كمان. وانا كنت كاتمها ليه؟ انا واعي انك شايف له وراك مصيبه كبيره قوي. ذئاب الجبل، حلقات مجمعه الخميس والجمعه 12 منتصف الليل على قناه مصر الاولى.